انا انجي جوزان. فيديو النهارده هيكون فيديو ماسك. ايوه ماسك. الفيديو اللي فات تبع الماسك مش اللي فات يعني في فيديو قبل كده كنت عاملاه عن ماسك سكراب كده للوش تحفه، هسيب لكم في الكارد اللي فوق اللي ما شافوش يروح يشوفه. جالي منه ردت فعل ناس تحفه، عشان انتوا اصلا ناس تحفه وانتوا ناس كيوت والناس عجبها جدا الماسك، وعملوه وصوروا لي نفسهم وبعتوه بيفور اند افتر، فانا انبسطت قوي يعني قبل وبعد انبسطت قوي. طلبوا مني اعمل ماسك تاني بس لايه؟ للبقع السوداء او لمثلا بقع الشمس، او كان في حبوب واتشالت بس حطت مكانها اثر. سوري عملت الفيديو ده. الماسك حلو وانا مجرباه، طلع من غير ميك اب انا دلوقتي محدش ينتقد يا جماعه، خلاص انا طالعه من غير ميك اب. المهم هنا بس ايه، من غير ما نلغي كتير بقى وندخل بقى في حوارات، ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف الماسك ده اتعمل ازاي. انا عن نفسي احطه في وشي، يا ريت نحط حاجه تحتينا عشان بس البهدله، يعني هحطه على وشي كله عشان انه ايه كده اوحد اللون. بالنسبه بقى لكميه الزبادي اللي انت حابه تحطيها او كميه الشاي، يعني ده كله بيعتمد على الكميه اللي هتستخدميها، يعني سواء هتخليه ايام سواء، فاهمه؟ انا عن نفسي استخدمت هنا حطيت معلقه لمعلقتين زبادي براحتك يعني، والشاي هي بس واحده، يعني دي تقريبا بتعادل معلقه شاي صغيره. حابه تحطيه برضه على عينيكي من هنا مفيش مشاكل، بس انا عشان اعرف اتعامل معاكم يعني. الماسك ده انا ما بحبش انا ما بحبش اديكم ماسكات غير لما اكون انا مجرباها شخصيا، يعني انا قعدت كده فتره ما بحطش ماسكات وما بعملش ماسكات ولا اي حاجه عشان انا بختبرها انا الاول، ولو طلعت تمام يا نهار دي هتتغرقي. طيب المهم ما بحبش اديكم ماسكات الا لما انا اكون انا مجرباها انا شخصيا، عشان يعني مش اي حاجه على النت بتكون صح، فبحب انا اكون مجربه انا الاول. وفعلا انا جربت الماسك ده، عرفته من واحده من صحابي يعني، وجربته وطلع حلو. هتسيبيه على وشك ربع ساعة، حابة تسيبيه أكتر خير وبركة برضو عادي يعني، فأنا هسيبه ربع ساعة بعدين أرجع لكم. تعرفوا إن عندي طبلة يا جماعة، بس لست أفقه فيها أي شيء، بس هو كان فضول كده عايز أجيب طبلة، بحب أطبل، وجبت الطبلة من غير ما أعرف أصلا إزاي بتطبل عليها، يعني أعرف كشكل بس ما أعرفش أمانج الحوار يعني أظبطه إنه لا ما أعرفش. استنى أوريكم واحد. ديفينتلي شايفين فرق، ابيض بدات تروح. بصوا يا جماعه الحاجات دي اي ماسك المفروض مش من اول مره، هو مش سحر يعني، مش من اول مره هتلاحظي ان او ماي جاد ده غير ماسك القهوه، يعني كلنا اتفقنا من اول مره يعني، بس انه اي مين الماسك نفسها يعني عامه مش من اول مره هتلاحظي الفرق، محتاجه التزام ومحتاجه انك ترتبي وقتك وانه امتى المفروض تعمليها وامتى وشك ممكن يستقبلها والكلام ده. الماسك ده انا ممكن اقول لك تعمليه مرتين في الاسبوع، ممكن تعمليه سبيشالي او يعني بالذات قبل الاحتفالات او قبل اي ايفنت مهم انت شايفاه يعني. انا عن نفسي شايفه فرق ومبسوطه من النتيجه، يعني انا بستخدمه وبحبه ويس يعني ده ممكن يساعدك انك لما تلتزمي بيه بعدين ما تحتاجيش انك تحطي لا فاونديشن ولا كونسيلر ولا كولر كوركتر ولا يعني مصحح اللون ولا اساس ولا الحاجات دي كلها، مش هتحتاجي تحطيها بعدين. فانا عن نفسي حبيت البتاع وانتم يعني المفروض شايفين النتيجه يعني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وبس والله السوشيال ميديا تكون تحت، اشوفكم المره الجايه.